لكل مشاهدينا يلي انضموا لنا اليوم 3/5 حزيران، صرنا بحزيران بلا ما ننتبه فجأة. لأنه كان في شتي 100%، بعدنا حازين حالنا بأيار بنيسان. اليوم مشاهدينا، اليوم البيئة العالمية، أكيد لما نقول بيئة دغري بيروح فكرنا على الأشياء السلبية، خصوصا بلبنان. قد إيه نحن بعاد عن بيئة صحية، عن بيئة نظيفة لأولادنا، للمجتمع يلي عايشين فيه، قد إيه كثرة الأمراض اليوم كمان. ولكن دائما نحن بنقول ما فينا نفقد الامل، دائما بنقول انه نحن بدنا نضل نشتغل حتى ولو كل شخص لحاله. نحن بتربيتنا قد فينا نخلي اولادنا ينتبهوا على كل المواضيع، على المي، على الكهرباء، على وين عم بيكبوا النفايات تبعهم. فمسؤوليه كل شخص منا انه يهتم اليوم بالبيئه، ومش بس انه اليوم نهار البيئه العالمي، انما ناخذها عن جد هيك مثل طريقه حياه، لحتى على طريقتنا نرجع نبني هالوطن بشكل نظيف وسليم. بونجور فادي. بونجور تينا. صباح الخير رانيا، كيفك؟ تمام. صباح الخير للمشاهدين. نحن بهالمناسبه اليوم رح تكون معي ضيفه بنيتشر، ورح نحكي عن التاثير الايجابي للالوان والشتول بقلب بيتنا على صحتنا. فكمان البيئه بتبلش من بيته الواحد. صح. واكيد نطبقها وين ما كان. الصحة طبيا ونفسيا، يعني الاثنين بتأثروا فعلا، بس كمان الهواء اللي عم بتنشقه قد ايه بيكون انظف. نحن كمان يوم عندنا ضيف ب توب ستوريز، رح نحكي عن تاريخ البيئة بلبنان، ايمتى كانت افضل، قد ايه اليوم من أسوأ الايام، يعني ان شاء الله اكيد بتتحسن. فادي. بيئة وبحر انا رح احكي كمان اذا بدك شوي، اكثر شيء بحر لانه هلا جاي الموسم، ورح نشوف طريقه جديده. بتعرفي في كثير حوادث من وراء الوايت شاركس، في ما عم نحكي بلبنان، ما نعرف هلا، ما عم نحكي للشارك. هلا مكملين على البحر انا وتينا اليوم، شو القصه؟ اوكي انتبهوا اللي بيصعبوا البحر مليان شارك. بس هي الفكره لحتى نخفف من هالحوادث، في عده امور، واهم شيء هلا في شغله كثير جديده مهمه، حلوه مفيده مفيده، في افاده من وراك فادي. دائما دائما عم نبدا نهارنا روتينا باب تو ديت، خليكم معنا. أول خبر بأب تو ديت اليوم عن هيك التعرق اللي عم بيصير بتشكيل الحكومة الجديدة، وكلنا ناطرين إنه تنحل هالقصص وما يكون في إشكالات أكبر من الأشياء الطبيعية الديمقراطية. خلينا نقول حسب ما عم بتأشر البوصلة السياسية، يبدو إنه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رح بيكون أمام مهمة صعبة وشائقة، وهيدا الشيء بسبب سعي القوى السياسية لحتى تحصل أكبر مكاسب وحقائب وزارية كل وحدة لحالها. المعنيون بعملية التأليف بأنه العقبات بطريق الحريري ممكن أو يمكن يكون من الصعب تجاوزها بسهولة، وأبرز خمس عقبات صعبة. الأولى عقبة التمثيل المسيحي بظل الاشتباك المحتدم على الحقائب بين التيار الوطني الحر يلي بيطالب بحصة وزارية وازنة لتكتل لبنان القوي، بمعزل عن حصة رئيس الجمهورية، وبين القوات اللبنانية يلي بتريد أنه تصرف فوزها الانتخابي بحقائب وزارية أساسية خدماتية وسيادية، والأهم بالنسبة لها هي الشراكة والتوازن مع التيار الوطني الحر. العقبة الثانية هي عقدة التمثيل الدرزي بظل الاشتباك بين وليد جنبلاط وطلال إرسلان، ومطالب مطالبة الأول بالحصة الوزارية الدرزية بالحكومة بمقابل إصرار إرسلان مدعوم بحلفة مثل التيار الوطني الحر أنه تستند حقبة أو حقيبة عفوا لإله. الثالثة هي عقبة التمثيل السني بالحكومة، وهي من الأصعب بالنسبة للحريري لأنه التمثيل السني ما رح بيكون محصور بس بتيار المستقبل، خصوصا أنه نحو 10 نواب سنة فازوا بالمقابل وأكيد ما في مجال أنه يتجاوزون بشكل تام. العقدة الرابعة هي عقدة الحقائب السيادية، الصراع ما انتهى حولها مع أنه الأجواء المحيطة حولها بتأشر لحسم مسبق لها الحقائب، بيعطي المال من حصة حركة أمل، الداخلية من حصة تيار المستقبل، الخارجية من حصة التيار الوطني الحر، والدفاع من حصة رئيس الجمهورية. أما آخر مشكلة فهي عقدة الوزارات المدهنة كالاتصالات يلي يبدو أنها محسومة مسبقا لرئيس الحكومة، والطاقة يلي يبدو بأنه رح بتكهرب الأجواء أكثر بين التيار والقوات، إضافة للأشغال
والشؤون الاجتماعية. يعني لو بيوقفوا يفكروا بالتقسيمات وبيفكروا بالأشخاص الكفؤين أنه يستلموا هالوزارات بفتكر بتنحل المشكلة بشكل كتير سريع. رح ننتقل لباريس فرنسا. احتفلوا سكان العاصمة الفرنسية بحدث ديني أون بلان أو العشب الأبيض الغامض يلي بيتم الكشف عن مكانه باللحظة الأخيرة، ونظمت الذكرى 30 لحدث العشاء العالمي بباريس مقابل ليزانفاليد بمشاركة ما بين 20,000 و30,000 شخص تلتهم من خارج فرنسا. وتم الكشف عن موقع العشاء هالسنة بسلسلة رسائل نصية، وقال فرانسوا باسكي يلي أطلق هذا الحدث بباريس سنة 88 أنه أكثر من 20 فرقة أوركسترا شاركت بالتسلية والترفيه. وكان باسكي أخفى أي تفاصيل أخرى للحفاظ على الغموض، وشارك بالحدث سنة الماضية أكثر من 110,000 شخص من 28 دولة. قدي في إليغانس، شو حلو، مش معقول. يعني بعضهم الفرنسوية فينا نقول شيك، أنه رائدين صح بالشياكة والترتيب. يعني مننتقل لخبر عن السيدة الأمريكية الأولى. قال البيت الأبيض بأنه ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رح بتغيب عن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية هالأسبوع بكيبيك، وما رح تحضر القمة المقررة ب 12 حزيران بسنغافورة مع كوريا الشمالية. حضرت ميلانيا ترامب اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا العام الماضي، وما ظهرت السيدة الأمريكية الأولى حاليا من 10 أيار لما رحبت بثلاث أمريكيين كانوا محتجزين بكوريا الشمالية، لأنه خضعت ميلانيا لعملية جراحية ب 14 أيار لعلاج مشكلة حميدة بالكلى، وخرجت من المستشفى يوم 19 أيار. وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى برسالة بالبريد الإلكتروني بأنه ميلانيا ما رح تحضر الاجتماع ومجموعة السبع، وما بتوجد خطط ابدا لها للسفر لسنغافورة بهالوقت. واعلن البيت الابيض بانه الرئيس والسيده الاولى استضافوا حفل استقبال مساء امس لعائلات افراد الجيش يلي قتلوا اثناء تاديه واجبهم، ولكن هالحفل ما كان مفتوح للصحافه. بيتزم سلاح الجو الملكي البريطاني إقامة عارض عسكري لمقاتلات الشبح بالشهر المقبل تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورح تهبط طائرات الشبح اللي كلفت صفقتها 9 مليارات باوند استرليني على حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth، ومن المتوقع أنه توصل 48 مقاتلة شبح من طراز F-35 إلى بريطانيا خلال الأسبوع المقبل بعدما استغرق اختبارها 10 سنوات كاملة بسبب مشاكل تقنية. رح ننتقل لصورة اليوم، وصورة اليوم من جبال. بفتكر من أجمل المناطق أن نكون عم نزورها حاليا، والصورة بتطير العقل. ما بعرف إذا منلحق نقول آخر خبر لليوم. منقول آخر خبر لليوم. طلب الرئيس الأمريكي الألماني فرانك والتر شتاينماير من المثليين أنه يصفحوا عن عقود من المعاناة والظلم يلي تعرضوا لها بسبب القوانين القمعية بألمانيا خلال الحقبة النازية وبعد الحرب العالمية الثانية. وقال بحفل أحياء ذكرى اضطهاد نظام الزعيم النازي هتلر للمثليين جنسيا بأنه المعاملة القاسية استمرت بفترة ما بعد الحرب بالقسمين من ألمانيا المنقسمة، حيث ظلت المثلية الجنسية لسنوات جريمة جنائية. وقال الرئيس هيدا هو السبب بإني بطلب اليوم أنه تصفحوا عن كل المعاناة والظلم والصمت. وطمأن الرئيس الألماني جميع المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين إلى جنس آخر بأنهم محميين اليوم بألمانيا. حلو. طقسنا اليوم رح يكون غائم جزئيا والحراره ب 28. لكن بنقدر ننزل على البحر حتى لو فادي بده يخوفنا، ما رح نخاف. رح ننتقل هلا لاوروسكوب ومنتابع باقي فقراتنا.